انت ثلاث شهور ما ينشد منك بعدها نرجع معك. جعل ربي يوفقك دلوقتي. جعل عمرك طويل. لا احد يبي كذا، نبي لمسه انشاديه منك، نبي صوت منك. اذا تحافظ شيء من الشيء اللي انت شلته، انت وفلاح ولا انت وفالح ولا انت وظافر؟ على خشم. على الشحم. وعطونا صدى يا ابو منيب، عبد الله ابو منيب، عطونا صدى بالله. هذه يا ابو مانع شليتها، هي من كلمات ابوي ومسي عليه بالخير، ومن ادائي انا وظافر احبابي وفالح الطوق. يا سلام. وهذه من الشلات اللي ما يحتاج. ايه يا وجودي يوم يطري على بالي، صاحب ما حبته يا عرب الوا، في ثيابي نجد داري ومدهالي، وابتليت بحب غرو ورسل عود موزن يوم هب الهوى مالي، مهرة من راسها للقدم حال. وسلامتكم جميعا. يا سلام يا سلام. الله الله. ما حبيتك فيها، اتحرك فيني الشعور ترى. والله ابن اتحرك فيني الشعور. جعل عمرك طويل. سمعنا بعد واحدة ثانية قبل ما نجيك للسؤال اللي بعدها، نبي نسمع بعد واحدة ثانية. على خشم. ايه يا ولي في دمعكم في غيابي رد لي، وادري ان دمعتك خوف علي ومن غلاي، كيف تستغرب طاي وانت اجيك براين ومنك روح بدون راي، ولو خبر حيني عز على فقدان حي، كان يمدي من عرفني يشاركني عزاي. الله يرحمه بن جدلة. سلامتك. الشاعر المرحوم الشاعر الكبير اللي صراحة الكل يتغنى بقصايده، الشاعر سعد بن جدلان الله يرحمه ويسكن الجنة إن شاء الله، ويخلي إن شاء الله عياله على الدنيا إن شاء الله، اللي حنا نفتخر فيهم. أخوي مذكر وأيضا عبود، صح؟ ونعم عبود ومحمد. نعم. من الشعراء أيضا متواجدين على الساحة الآن، وهم على ما قالوا شعراء عيال شاعر ما يحتاجوا. نعم. ناحي، وش سبب دائما توجهك للشالات الحزينة؟ انت باقي صغير سن، الله هو اعلم انت صادفت شيء من الدنيا، الله هو اعلم، ولكن من ناحيه دائما للشلات الحزينه، للشلات اللي ما اشوف فيها حماسيه كثير صراحه. والله يا ابو مانع صحيح اني انا اجيد الخط هذا اكثر من اللي هي خط الشلات الحماسيه والامور. تاثر من ناحيه بالمنشد فلاح المسردي او لا؟ من هنا. نعم. انا اشوفك متاثر جدا فيه. نعم، انا احب فلاح واحب صوته واحب الحانه، حتى اني دايم اقول له بحمني اذا خذيت من الحانك، لان فلاح المسردي من المنشدين اللي يطول عمر السلامه يا اخي يغني لك باحساس. سلام. في ترى فرق يا ابو مانع بين ان المنشد يغني باحساس، وبعضهم يغني حتى لو صوته حلو بس ما في احساس، بس المسردي يغني باحساس وبصوت يطول عمر السلامه ما يحتاج. فانا والله احبه واحب الحانه، وحتى اني اخر مره يومك معنا في حفل توثيق ظافر ومسي عليه، قلت يا ابو فهد بحمني، ترى فيه بعض الاعمال عندي اشلوط من 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 افكارك. فيها سرق يعني. تقدر تقول السرق المباح. سرق مباح من رجال نمون عليه ما يحتاج. يا ابو فهد من الغالين، وحتى والله كان في البدايات له وقفات ما ننساها، لا في حساباته ولا في اموره ولا في علاقاته، بيض الله وجهه. على طريق علاقات مناحي،